شو خلصتي؟ واو فضيتيها؟ يلا. وهذا البيت اللي عملته فطومة لحتى تخيم فيه ليوم كامل. واو كتير كتير حلوة. حطي هاي البكي. تمام حلوة. يلا هاي الباربي لنشوف كيف حصالتك. حصلتي ايه؟ هلا نشوف كيف راح تسطري هون وتخيمي انت والعابك، مو هيك؟ مو هيك يا فطومه؟ ايه. يلا دعم وظايفي. راح تدرسي. ايه والله شغله كثير مليح. يا الله انا ملت من الباباي، بده بشد عم ولا يحكي لي. والله فكره كثير حلوه، نخيم يوم كامل بالخزانه. والله فكره حلوه. يلا قوم. يلا فكره كثير حلوه والله. انت تخلي روحك، انا حبيبي خلي حبيبي. يلا قوم نعمل. يلا يا دبدوب نخيم يوم كامل بالخزانه. يلا نفتح الخزانة، نحط على الخزانة، الدوبي، يلا، نفوت، على هذا، نفتح الخزانة، كتير غلط، بس حاشيه، عادي، برتب البيت، بدل ما تبقى حاشيه، يلا خلينا نطالع هون، بطالع جاكيتي، جاكيت المدرسة. يلا هيا اخيرا جانا البيت. فطومتي فطومتي، ماما وينك انت؟ فطومتي يا هل ترى وين مامو؟ ما في صوت. فطومتي ماما، معقوله بغرفتها؟ فطومتي ماما. ماما انت شو عم تعملي؟ ماما انت شو عم تعملي؟ شو هذا؟ ليش هيك مطالعه كل هالتياب؟ شو في خير؟ انا كثير مليت. كثير ماله؟ مليت من باباي، خلي هذا خيم بالغزالة يوم كان بلي. اي عن جد والله إن فكرة حلوة، بس فطومتي هي الأغراض وهي الأواعي بعدين مين بدي يضبها بعد ما تخيمي؟ أنا. توعديني إنك ترجعي كل الغرض لمطرحه بعدين؟ أوكي. مو تخيمي وبعدين تزتي لي كل الشغل علي؟ بدك تخيمي بس بعدين كله بدك تركبي وراكي. تمام. شو رايك؟ لهيك بسمح لك تخيمي النهار كامل بالغزانه، بس اذا ما بتضبي بعدين كل هاي الاواعي وهي الفوضى اللي عملتيها ما بخليك تخيمي. ها شو بتوعديني؟ اوكي. انه بعد ما تخلصي تخييم ليوم كامل بالغزانه انك تضبي الاواعي مثل ما كانت، مفهوم؟ أوكي. يلا شو رايك تساعدك كمان؟ ايه. يلا تعالي. يلا افتحي. افتحي الغزانة وخيمي يوم كامل. تمام. يلا. ملقط علقات، هذا مو ملقط. علقات. يلا لنشوف كيف راح تخيمي ليوم كامل بالغزانة، لنشوف شو راح تعملي. يلا وهاي شو خلصتي؟ واو فضيتيها؟ يلا. وهذا البيت اللي عملته فطومة لحتى تخيم فيه ليوم كامل. يلا فطومة هلا شو بدك تحطي اغراض؟ شو بدك تفرشي بيتك؟ واو باربيتك. يلا كيف لبستها؟ واو كتير كتير حلوة. حطي هاي البكي. تمام حلوة. يلا هاي الباربي لنشوف كيف حصالتك. حصالتي ايه؟ واو افرجيني اشوف تقيلة. اوه مليانة مصاري. مليانة مصاري، عبت مليان ليرة. يلا سطري هون لنشوف كيف راح تسطري هون وتخيمي انت والعابك، مو هيك؟ مو هيك يا فطومة؟ ايه. يلا يلا لنشوف. لكن ماما لا تنسي دبدوبك. ايه. على حد اختك. هاي دبدوبك. يلا يلا شو بقي كمان؟ يلا فطومتي. يلا ماما هاي اغراضك صارت بالخيمه، شو بقي؟ شو بقي كمان؟ بدنا نجيب، بقي ماما تجيبي مخده، تجيبي تاكلي اول وجبه.
اندومي. شو رح تاكلي اول وجبة؟ اندومي. ونتغدى. شو تتغدي كمان؟ ويلا فطومي، هاي بعد ما فرشتي بيتك وقعدتي بالغزانة، يعني ما صار الا ما عملتي البيت غزانة، ما عملتي الغزانة بيت. هلا شو رح تعملي اول شيء؟ رح نعمل شو؟ نفطر اندومي. اندومي، يلا نعمل اندومي سوا. شو رايك اساعدك؟ ايه يلا تمام. روحي ماما رح تاكلي بقلب البيت مو هيك؟ ايه تمام صح. يلا تعالي ويلا هاي رح تعملي اندومي. افتحي افتحي الاندومي ماما. يلا يلا وهاي هلا طلع البهارات. يلا وهي الاندومي وهلا رحين نحطه على الغاز. يلا شو فطومي ماما، بعدك متحمسة للتحدي؟ بعدك حابة تبقي يوم كامل بالغزانة بالبيت اللي عملتيه؟ يلا تمام. يلا هلا بنشوفكم بعد ما نخلص الاندومي. ويلا هاي استوى عنا الاندومي، وهي شو عم تحطي يا فطومه؟ لا بدي احط. يلا ماما يلا حطي. حطه؟ ايه حطي يلا لك. يلا ماما مشان تتابعي باقي النهار وتمضي يومك تخييم يوم كامل. وين؟ وين فطومتي؟ تخييم وين؟ تخييم بالغزانة. بالغزانة ليوم كامل. يلا فطومتي الحلوة، وهي صار أول وجبة لليوم. ما بحب الحار. لا لا تحطي الحار، هلا تقولي لي ماما حر حارت ما بدي. ما بقول إنه ما بحب الحر. إيه بلا، بتقولي بحب الحر إنك بدك تحطي الحار، هي عم أقول إنك أنت ما بتحبي الحر، كيف هيك فجأة صرت تحبي الحر؟ يلا تمام ماما يلا حركيهم. ما كترت كثير عشان ما يكون هيك كثير حار. يلا تمام ماما يلا حركيهم وحطيهم لحتى نكفي باقي يومنا. لنشوف كيف فطومة راح تكفي باقي اليوم. وين؟ بالغزانة. بس ماما ما عجبك غير تروحي تخيمي بالغزانة؟ شو هالتخييم هذا؟ حلو. شلون حلو ماما؟ ما لقيتي غير الغزانة تروحي تخيمي فيها؟ طيب الواحد بيروح لبرا بياخذ خيمة بيطلع هيك بالجو الحلو، بيروح هيك لمنطقة كثير حلوة بيقعد بيخيم فيها مو بالغزانة. الجو البرد؟ الجو البرد؟ لا ماما لك في شمسات برا والجو حلو دافي ما أحلى. هيك العالم بيروحوا بيخيموا مو بالغزانة، هي أول سمعة بالغزانة. أنا عم تخيم بالغزانة طلعوا. يا فطومتي شو هالتخييم هذا ماما بالغزانة؟ يلا خلينا نمشي معك ونشوف هالتخييم اللي راح تخيمي لي اياه بالغزانة. والله هيك عقل الأولاد سبحان الله بيخطر على بالهم شغلات عجيبة غريبة. يلا خلينا الأندومي. يلا هاي صار جاهز الأندومي. يلا خلينا نشوف كيف راح تمضي باقي اليوم. يلا امشي. يلا ما احنا يلا ماما ماما اكلت اندومي. يما شكله الاندومي. ماما انت فجعانه الاندومي، انت رح سميني فجعانه الاندومي. انت رح فرجيكي فجعانه، انت رح سميكي فجعانه الاندومي من كتر ما بتحبي الاندومي. اوليكو يا جماعه كيف قال خيمت لي بالغزانه. طال طال طلع على التخييم. حلو. يلا هذا بيتك، هلا شو رح تعملي؟ شو رح تعملي هلا؟ تاكلي اندومي؟ لا انا بدي اسكر الباب. بدك شيء؟ اي رح اسكر كمان الباب، اي والله معك حق لك لانك بالغزانه اجباري رح اسكر الباب. يلا تمام. يلا سكري سكر لك الباب؟ يلا باي باي. ماما رح خلينا شوف فطومتي بعدك عم تاكلي الاندومي؟ ما خلصت الاندومي؟ شو؟ ما مليتي ماما؟ اي والله ملي عاد. شو هذا التخييم قلب الغزانه؟ طلعوا يا جماعه قلب الغزانه عم تخيم لي. لك ماما
والله انا ضجت عنك، انت ما ضجتي وانت قاعده هيك بهالغزانة عم تاكلي اندومي؟ فطمتي فطمتي ماما، هلا بعد ما تاكلي الاندومي شو رح تعملي كمان؟ دعم وظايفي. اه رح تدرسي، ايه والله شغله كثير مليحه. ايه تمام لازم تدرسي مزبوط ماما. وبعد الدراسه شو رح تعملي؟ قعد شوي على الموبايل. رح تقعدي كمان شوي على الموبايل؟ يعني ماما انت مصره تضلي هون مخيمه مو هيك ماما؟ يعني انت مصره اني تبقي يوم كامل بالغزانه؟ حاطه نام هون. نامي هون كمان؟ ياخ يعني انت رح تبقي اليوم كامل هون؟ لك انا قلت بركب بدي اغير رايك انه هيك يعني بتملي او هيك بتضوجي او شغله، والله باينتك مكيفه ولا على بالك عم تاكل اندومي وشو؟ يا الله والله انا ضجت عنك ماما، حاج بلا هالتحدي والله هيك مو حلو. ماما ما ضجتي حاجه؟ يا الله شو جعت له الاندومي هيك. انا بشو هي بشو انا بحكيها بقول لها حاجه ماما اطلعي من الغزانه وعاد ضبي الاغراض ورجعيها للمطرحه، وهي بتقلي انا اشتقت للاندومي وبحب الاندومي. ما الاندومي بين ايديك، كيف انت اشتقتي هيك للاندومي؟ ما الاندومي معك وعم تاكلي. طيب ماما ليكي انا راح اروح كفي الطبخه وانت كفي باقي نهارك، ما هيك ماما؟ يلا هلا بعد شوي برجع بشوف شو عم تعملي، ما هيك؟ يلا باي. يلا شوف فطومتي شو عم تعمل. فطومتي ماما بعدك قاعدة؟ يا اخ شو عم تعملي ماما؟ وظايفي. تدرسي وظايفة؟ ماما ما حاجة ما حاجة تخييم ماما؟ والله أنا مليت عنك بهالغزانة، شو هالتخييم هذا؟ يلا ماما ما حاجة؟ ما حاجة. شو عم تعملي شو؟ يا اخ عم تكتبي دروسك يا حبيبتي يا ماما. ماما شو شعرك؟ ماما شو شعرك وانت هيك مخيمة بهي الغزانة الصغيرة؟ كثير حلو بالجوات المدرسة. عن جد؟ قصدي بالغزانة. بالغزانة؟ ولا انا بالمدرسة. خربطتي لانك عم تدرسي. شعور كثير حلو انت هلا هيك مبسوطة ماما؟ لانه هيك ببيت صغير وحاطة العابك واغراضك كلها هيك حدك. اتمنى انام هون. تنامي هون؟ انا فكرتك والله مليتي وقلت هلا بلاقيها طالعه وانه هيك ضابه الغزانه ورجعانه تقعد بالصالون. بس بختنع. نعم برجع بلاقي انام هون بس بختنع. اي والله شو بيضيق الخلق ماما، ما حاجه يلا حاجه بلا تكفي باقي النهار. حاجه ماما شو رايك؟ شو رايك بلا تكفي باقي النهار؟ ما حاجه ماما؟ ما حاجه. يعني انت مصره تكفي باقي النهار؟ تمام خلص على راحتك كفي. هي وظايفك ماما؟ تمام يلا اكتبي ماما. بعد ما تكتبي شو رح تعملي بعد ما تخلصي وظايفك؟ هتفرج على الموبايل. يلا تمام يلا درسي ماما درسي، ان شاء الله بتكوني من الناجحين يا رب. لك رح اجيب لك احلى الهدايا يا رب، ان شاء الله بتكوني هيك من الناجحين دائما ورح اجيب لك احلى الهدايا واحلى الشغلات الحلوه. لك ان شاء الله يا ماما، ان شاء الله بتكوني دائما من الناجحين يا رب، الله يوفقك يا رب. يلا تمام يلا ماما فطمي انا رح اتركك وروح كفي باقي شغل البيت. بدك شيء ماما؟ يلا تمام. لك شو عم تعملي؟ شو عم تعملي ماما؟ شو عم تعملي لي على قطاتك؟ شو عم تعملي؟ يلا ماما انا رايحه. فطومي فطومي ماما شو صار معاكي؟ لساتك مخيمه هون بالغزانه ماما؟ فطومي يا عيني يا حبيبتي نايمه فطومي. ما قوليك الموبايل بايدها ولساته فتح وحاطه على خلودي وعم تتفرج. يا عيني يا روحي هاتي لطفي الموبايل يا ماما. يا عمري يا عمري ماما فطومه فطومه ماما 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 فطومه قومي عاد ماما صار الليل ولساتك نايمه بهذا الغزانه. حاجه يا ماما يلا 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 ماما ماما ماما
بقيتي وقت طويل حاجة مو حاجة يا ماما؟ كيف انت هيك غفلانة هون؟ كيف هيك نايمة؟ يا عيني يا روحي انت، يلا ماما مو حاجة تخييم؟ مو حاجة تخييم بهي الغزانة؟ هاي راح النهار وانت لحالك بهالغزانة كل نهار قاعدة، ما لقيت خلايك مو حاجة ماما؟ يلا شو شعورك بعد ما خيمتي يوم كامل بالغزانة؟ والله لما كنت نايمة كتير حلو ومرتاحة، والله قضيتي كتير حلو واستمتعتي. قضيتي وقت كتير حلو واستمتعتي يا عمري. يلا تمام ماما تمام، يلا شو بدنا نقول للمتابعين قبل ما تروحي؟ لا تنسوا اللايك شيك سبسكرايب، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك وباي باي، اشتركوا بالقناة وحطوا لنا لايك وحطوا لنا بحبكم وحطوا لنا تعليقات كتير حلوة. باي باي. خير يا فطومي انا هون، فوتي ماما. ماما لقيت شو لقيت برا؟ شو لقيتي شو يا الله؟ شو هذا شو جايبه؟ لقيت هاي البارده طلعت كيف مشقوقه من راسها، طلعت يابها كثير ما حلوه. ليش جايبتيها يا فطومي؟ قلت شغلات عندك من هدول ليش جايبتيها؟ انا مو قلت لك اذا بتلاقي شغلات لتجيبيها على البيت؟ يا ماما هون. ليش جبتيها يا ماما؟ هيك انا بدي اياها بقلعها. يا الله منك يا فطومة، خلاص أنا رايحة على المطبخ ماما راح أطبخ. خلاص التالي هون، هاي بعدين بكبك. وين الجبال؟ وين اختفى؟ معقول ماما أخذته؟ مستحيل ماما تاخده، مستحيل هي عم تشتغل بالمطبخ. لك يا ماما 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 خير يا فطوم شوفي. لك ليكي انا هذا موبايلي، وين حطيتي لي اياه؟ انا حطيته على الكنبة. ماما انا ما شفت موبايلي، ليش وينه؟ كان محك بايدك، انا ما شفته ما اخذته. لا والله حطيته بالكنبة. ايه غريبة، ما بعرف يا فطومة بكون حاطتيه بشي مطرح، روحي ردي دوري عليه. تمام فيش حتى. يا الله وينه انا والله داخل إني. انا راح اجيب النطاط احلى شيء. هذا الاوز خليني احط براسي، ما بحطه يا خليني العب. Thank you.
الأكل خليني أروح أكل شيء. وين حطيته؟ وين والله أنا حطيته هون. يا الله كيف الشغلات تكون كانت تختفي من شو؟ يا الله وين ماما حطيته بغير مكان ماما؟ مستحيل ماما تعمل هيك. يا الله وينه؟ كيف تطلع أصلا من الكنبة جوات الكنبة أصلا من تحت؟ وينه يا الله؟ ما وين ماما أخذته؟ طيب أنا هلا شو بدي أساوي؟ أها جتني فكرة، خليني راح أجيب ألماني. يا الله نسيت دفتر الرسم، أنا حطه هون وأجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. شو عم يصير اليوم؟ شو عم يصير؟ وين راح الأغراض؟ أنا حطه كل يوم بحطهم هون يختفوا. الله كيف هلا كيف ترسم أنا؟ أوف. يا الله ما ماما عم تاخذ كذا الأغراض. أخذها صح يا ماما. يا ماما أنت عم تاخذ الأغراض. لك ماما. خير يا فطوم شوفي. لك أنت أخذتي لي النطيطة والأقلام. أقلام شو؟ أقلام هدول الألوان. أقلام التلوين؟ لا ما أخذت لك شيء يا فطومة. انا اصلا ما اجر ماما انا اصلا ما رحت على الغرفه كل شوي بحطهم بالكنبه بيختفوا كيف هيك بسم الله الرحمن الرحيم اختفت عندك النطيطه والالوان ايه يلا تعالي تعالي نشوف لا اكيد انت عم تتوهمي فطومي تعالي تعالي نشوف تعالي تعالي نشوف شوفي كمان حطيت هون دفتر وينه دفتر دفتر شو دفتر الرسم كم لا فطومة شو هذا؟ لا لكن وقعين هدول شو لك انت شو انا عم تحكي فطومة؟ يا الله كيف هيك؟ يا الله كيف دوري هون فطومة الا بيكون ما بيكون هون كيف كيف؟ مين بدنا ناخذهم؟ يا فطومة يعني فطومة والله انا ما اجيت اخذت لك شيء ما شلت شيء من هون غريبة بسم الله الرحمن الرحيم انا وياكي بالبيت اي والله ما في غير انا وياكي بالبيت طيب وين رحت هاي الاغراض؟ موبايل. اختفى الموبايل اختفت النطيطة اختفوا التلوينات اختفت الدفتر الرسم اختفى كمان بقول من هيا بابا بسم الله الرحمن الرحيم اي والله يا فطومة من وقت اللي جبتي هيا على البيت وصارت تصير اشياء غريبة مو اللي عم تخفيهم معقوله ايه بسم الله الرحمن الرحيم سحرية هاي معقولة يلا فطومة لازم ترجعيها للمطرح اللي لقيتيها فيه روحي 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 بسرعة ماما خلينا نتخلص منها بسم الله الرحمن الرحيم روحي روحي ماما بسم الله الرحمن الرحيم انا مو قلت لك الف مره لا تجيبي هيك شغلات على البيت مو قلت لك اذا بتلاقي شغلات لا تجيبيها يلا 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 رجعي روحي روحي فطومي رجعي على المطرح اللي لقيتيها فيه استنيني استنيني اشوف يلا تعالي تعالي وين لقيتيها وين لقيتيها رجعيها على المطرح اللي لقيتيها فيه يلا يلا فطومي تعالي 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 سكري سكري الباب ولي سكري سكري فطومي الباب خلص ما منه تعالي تعالي ماما اوعى تجيبي هيك اغراض لا تجيبي كل شيء بتلاقيه برا لا تجيبي اخر مره مو هيك يلا اخر مره فطومي اخر مره بتجيبي هيك شغلات على البيت مو هيك ماما رجع الاغراض شوفي بسم الله الرحمن الرحيم رجعوا الاغراض واو الحمد لله رب العالمين رجعت النطيطه وكل الاغراض اللي اختفوا يا فطومه ايه اصبح يا فطومة طلعت من هاي اللي جبتيها على البيت ايه هاي طلعت مسكونة ايه طلعت مسكونة جمال طختوا هاي يا بسم الله الرحمن الرحيم طيب يلا سبب من كل هذا ويلا احبابي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك ونحبكم كثير رايحين نقول لكم شغله يا جماعه هذا كان فيديو تمثيلي لا في دميه مسكونه ولا في اي شيء هاي كلها كان حبينا نعمل لكم فيديو لحتى تستمتعوا معنا وتتسلوا ما فيك العاب اصلا مو ماما مزبوط يا ماما يلا احبابي إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو يلا باي